موضوعنا اليوم بعد تأجيل السبت وحرق ليلة الاثنين جلسة الأربعاء بنصاب ثلثين، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. عشية انتخاب الرئيس نستذكر الشاعر محمود درويش الذي قال في إحدى قصائده: لم نفترق لكننا لن نلتقي أبدا. هذا البيت الشعري يفسر حال الانقسام السياسي بين تحالفي الإطار التنسيقي وإنقاذ الوطن، خصومة سياسية لم نراها سابقا، خطيرة جدا، وتدفع بالعملية السياسية نحو واد مظلم مليء بالذئاب، وإذا انزلقت إليه فسيكون مصيرها الموت بعمر 19 عاما. وجلسة الأربعاء ربما آخر أنفاسها. ريبر أحمد مرشح التحالف الثلاثي ينتظر إكمال الثلثين ينصب مرشح الكتلة الأكبر جعفر صدر، وترى حكومة الأغلبية النور حتى وإن كانت بعملية قيصرية أطباؤها النواب المستقلون الذين صاروا بيضة قبان. الإطار التنسيقي يسعى للحفاظ على ثلثه الضامن. تكون جلسة الأربعاء كسابقاتها مثلثا ناقصا ذو العنة، وهو يعول على من معه من المستقلين، والذي قال في بيانه بأنهم يتعرضون للتهديد والترهيب، داعيا القوات الأمنية إلى حمايتهم. بيان الإطار مشابه لتغريدة الصدر سابقا عندما قال: المستقلون يتعرضون للتهديد والترغيب، وهنا ضاع الخيط والعصفور، من اللي يهدد ما نعرف. كما أن لغة التخوين بدأت تطفو على الساحة السياسية. نشر السيد حسن عذاري تغريدة تحدث فيها عن التبعية، ثم عاد نشر مقطع فيديو للسيد مقتدى الصدر يتحدث فيه عن التبعية، ورد عليه بعض قيادات الإطار وقالوا له: نحن نتبع ولن نكون تبعية. فيما حذر حاكم الزامل القوى السياسية من أن عدم إكمال النصاب في جلسة الأربعاء قد يأخذنا إلى حكومة الطوارئ، وهذا التصريح لاقى ردود فعل مستهجنة، معتبرين إياها تهديداً لمعارضي الجلسة.